في فقرة في اي بي سيدات معنا عضو اتحاد الرماية العنود النعيمي او العمة العنود، تعرفنا عليها عن قرب من خلال التقرير التالي. بداية دخولي الرماية عن طريق لجنة رياضة المرأة، كنت اشراف لجنة رياضة المرأة، رشحتني الدكتورة أنيسة الهتمي اني امسك الاشراف على اتحاد الرماية او البنات اللي كانوا موجودين في الرماية. في البداية كنت متخوفة من هاي التجربة، بس الحمد لله يعني بديت معاهم من سنة 2002 تقريبا او 2003. كانت عندنا مجموعة بنات، يعني في كل لعبة ثلاث بنات او اربع بنات، يعني العدد كان بسيط. والحمد لله استمريت معاهم هالسنوات، الحين هاي ثامن سنة بدخل التاسعة، والحمد لله الحين العدد يعني عندنا لعبات كثيرة والبنات عددهم الحمد لله في التزايد. في المسابقات يعني أكون طبعا وراء البنات، ننطر النتيجة، نتابع الشاشات، وأكون أتابع الشاشات طبعا بلهفة، نحسب النتائج أو يكون يعني طبعا النتائج بالبداية قبل ما تخلص البنت المسابقة، ننطر آخر طلقة يعني لها بناء عليه تحدد المركز اللي إحنا بناخذه. وبس الحمد لله يعني أكون مبسوطة أكيد يعني بالنتيجة اللي حصلناها. الحمد لله يعني إنه ما عندنا إحنا ذيك السلبيات اللي صعبة أو شيء. أهم شيء إحنا عندنا في بعض البنات يواجهون مشكلات في التفرقات، ونحاول نحلها يعني بقدر المستطاع مع الجهة اللي هم يشتغلون فيها، لأن مشكلة البنات عندي طالبات وعندي موظفات في الدولة. أصعب موقف كنا في بطولة في الدوحة، وكانت لأول مرة يعني نفتتح الميادين، وكان كنا يعني بين ميدان الوسيل وميدان الدحيل. رحنا نصلي في ميدان الدحيل أنا مع رامية مع إدارية ثانية، وتأخرنا عن الفاينل في ميدان الوسيل، جينا متأخرين. يعني هو كان في وقت البنت تقدر تأخذ بربريشن تايم تستعد للمسابقة، الحكم مرضى أن البنت تدخل. يمكن هاي أصعب موقف مر علينا، البنت انحرمت من دخول الفاينل.